اليوم مع ندوة إقليمية بمديرية العرائش في إطار فعالية الحملة الجهوية التواصلية للتعريف بمشروع رقم 4 في إطار مشاريع قانون الإطار 51-17، وهو مشروع تمكين الأطفال في وضعية إعاقة. هذه الحملة كانت فرصة للتعريف بأهداف البرنامج مقتضيات قانون الإطار، وأيضا مشروع إجراءات تنزيل مشروع تمكين الأطفال في وضعية إعاقة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، وأيضا على مستوى مديرية العرائش. كانت فرصة أيضا لاستضافة السيد أنور البوكيلي رئيس قسم التربية الدامجة على مستوى الوزارة، الذي أعطى لمحة حول الإجراءات التنظيمية لإجراء التوعية والتحسيس في مجال تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة.